الجزيرة، كرة عرضية من جديد، والمحاولة بالرأس خطيرة، هذه الكرة خطيرة، يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد. شاهدوا الكرة بدأت القصة من عند عبد الإله الحناحني، التسديدة من خالد سعد بالقدم اليسرى في الزاوية البعيدة، التقدم للأزرق بهدفين مقابل هدف واحد. خالد سعد الخالي تماما من الرقابة يجعل فريقه يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد. يعني الفيصل الضغط بصورة مستمرة، لعب في أغلب الأحيان في مشارف منطقة الجزاء الأحمر وكذلك داخل منطقة الجزاء، ونجح بأن يترجم جهوده ومحاولاته إلى التقدم بهدفين مقابل هدف واحد. الجزيرة ليس بمستواه الطبيعي، الفيصل